قدم نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إيضاحا حول مشروع قانون الأعمال الخيرية لجمهورية الصين الشعبية. الآن نجري العمل الثاني. يتفضل لنائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب لي جيانغكو بتقديم إيضاح حول مشروع قانون الأعمال الخيرية لجمهورية الصين الشعبية. أيها النواب، بتفويض من اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، أقدم الآن إيضاحا حول مشروع قانون الأعمال الخيرية لجمهورية الصين الشعبية. أولا، ضرورة وضع القانون. قانون الأعمال الخيرية هو قانون هام في المجالات الاجتماعية وقانون أساسي وشامل بالنسبة لبناء نظام الأعمال الخيرية. لذا فإن سن قانون الأعمال الخيرية يتحلى بمغزى واقعي. أولا، إن سن قانون الأعمال الخيرية هو الحاجة الموضوعية لتطوير الأعمال الخيرية ومعايرة النشاطات الخيرية ومنذ تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح، وخاصة خلال السنوات العشرين الأخيرة، شهدت الأعمال الخيرية في الصين تطورا سريعا نسبيا، فقد وصل حجم التبرعات الاجتماعية مما يقل عن 10 مليارات يوان في عام 2006 إلى حوالي 100 مليار يوان في الوقت الحاضر. ومع النمو السريع للأعمال الخيرية، ظهرت على مجال الأعمال الخيرية مشاكل جديدة تتمثل في تشغيل غير السليم داخل منظمات الأعمال الخيرية ونقص آلية ضبط النفس لهذا القطاع والمناخ الخيري غير كثيف في المجتمع ونقص الدعم والتشجيع للدوائر المعنية. كل هذه المشاكل يجب تصويبها من خلال سن هذا القانون من أجل تحقيق النمو السليم للأعمال الخيرية. ثانيا، إن سن هذا القانون بمثابة إجراء هام لتعزيز التشريعات الاجتماعية ودفع حكم الدولة وفق القانون بشكل شامل. لقد أشارت بوضوح الدورتان الكاملتان الرابعة والخامسة للجنة الحزب المركزية 18 إلى ضرورة دفع الشامل لحكم الدولة وفق القانون والإسراع بخطوات التشريع في المجالات الحيوية. وعبر جهود المضنية خلال السنوات العديدة، نجحت الصين على التوالي في سن قانون التبرعات للأعمال العامة وقانون جمعية الصليب الأحمر، كما وضع مجلس الدولة اللوائح الإدارية ذات الصلة وأصدرت السلطات المحلية إجراءات معنية محلية. لكن ما زال النظام القانوني للأعمال الخيرية متخلفا نسبيا، إذ أنه يفتقر إلى تكامل وانتظام ولا تتطابق مع النمو الجيش للأعمال الخيرية. ومنذ عام 2008 قدم أكثر من 800 نائب بالمجلس الوطني لنواب الشعب 27 مشروع قرار و29 مقترحا حول وضع قانون الأعمال الخيرية تعبيرا عن تطلعات ملحة في المجتمع. إن وضع قانون الأعمال الخيرية وحل قصور التشريع في المجالات الاجتماعية يعدان محتويات هامة لإكمال وتحسين منظومة القوانين الاشتراكية ذات الخصائص الصينية ومطلبا حتما لحكم الدولة وفق القانون بشكل شامل. ثالثا، إن سن قانون الأعمال الخيرية يعد إجراء فعالا لإزالة الفقر وإنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل. لقد اعتبرت الدورة الكاملة الخامسة للجنة الحزب المركزية 18 إزالة الفقر في الريف كرمز أساسي لإنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، مؤكدة على ضرورة تعبئة كافة القوى الاجتماعية لدعم الفقراء على نطاق واسع. إن الأعمال الخيرية قوة هامة لا غنى عنها لإزالة الفقر. إن سن قانون الأعمال الخيرية وتشجيع ودعم الشخصيات الطبيعية والاعتبارية والمنظمات الأخرى على القيام بالنشاطات الخيرية سيساعدان على جمع الموارد الاجتماعية لدعم الفقراء وعلى ربط الدعم الدقيق للفقراء والتخلص دقيق من الفقر وعلى الإسهام لإنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل. رابعا،
إن سن قانون العمالة الخيرية يعد مطلبا لإحياء الأخلاق التقليدية الحميدة للأمة الصينية وتطبيق مفهوم القيم الجوهرية الإشراقية. في مجرى بناء الإشراقية ذات الخصائص الصينية، فإن تطوير الأعمال الخيرية ومشاركة المجتمع كله فيها تعتبران توارثا للأخلاق الحميدة للأمة الصينية واستلهاما لمفهوم القيم الجوهرية الإشراقية. إن سن قانون الأعمال الخيرية والدعوة والتأييد والتشجيع على روح المساعدة والتضامن والتفاني في عموم المجتمع سيساعد على جمع القوة الأخلاقية وترجمة مفهوم القيم الجوهرية الإشراقية إلى إرادة داخلية وأفعال خارجية، وبالتالي سيوفر قوة معنوية لتحقيق حلم الصيني للنهضة العظيمة للأمة الصينية. يمارس المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة سلطة التشريع الوطنية، والنواب المجلس الوطني لنواب الشعب هم أعضاء في أعلى جهاز تشريعي في الدولة، جاءوا من وسط أبناء الشعب، فهم يعرفون مطالب أبناء الشعب وإراداتهم أكثر من غيرهم. لذا فإن النظر في مشروع قانون العمالة الخيرية على يد المجلس الوطني لنواب الشعب يساعد على دفع التشريع العلمي والديمقراطي ورفع دعوة الحزب الشيوعي الصيني حول تطوير العمالة الخيرية وإرادة الشعب إلى إرادة الدولة، مما يؤدي إلى مناخ ملائم لتطوير العمالة الخيرية في المجتمع كله وأساس أكثر متانة لتطبيق هذا القانون. ثانيا، الأفكار المرشدة وجدول العمل لسن قانون العمل الخيرية. الأفكار المرشدة لسن قانون العمل الخيرية هي رفع راية العزيمة للإشراقية ذات الخصائص الصينية وتطبيق روح المؤتمر الوطني 18 للحزب الشيوعي الصيني والدورات الكاملة 3 و4 و5 للجنة الحزب المركزية 18 وبإرشاد المركزية اللينينية وأفكار ماو تي تونغ ونظرية تونغ شاوبينغ وأفكار التمثيلات الثلاثة ومفهوم التنمية العلمية وتطبيق روح سلسلة الكلمات الهامة للأمين عام شي جين بينغ والتمسك بتقاسم ثمار التنمية والانطلاق من واقع الصين وإبداء النظام العمل الخيرية ولعب الدور القيادي والدافع لتشريع الخيري وتعبئة القوى الاجتماعية للقيام بالعمل الإغاثة والمساعدة والتطوع وحشد قوة داعمة للأخلاق، مما يضمن تطور سليم للأعمال الخيرية ذات الخصائص الصينية قانونيا. أثناء وضع هذا القانون تم الاهتمام بنقاط تالية. أولا، تطبيق ترتيبات لجنة حزب المركزية لإبراز دور الأعمال الخيرية في دعم الفقراء. منذ المؤتمر الوطني 18 للحزب، قدمت لجنة حزب المركزية متطلبات واضحة لتشجيع الأعمال الخيرية ودعم تنميتها وإظهار دورها الإيجابي في دعم الفقراء. وفقا لتلك المتطلبات، شجع مشروع قانون الأعمال الخيرية على دعم الفقراء، ويهدف ذلك إلى إرشاد وحشد المزيد من الموارد الخيرية لاستخدامها في دعم الفقراء وترابط الوثيقة مع الإغاثة الاجتماعية، مما يدعم إزالة الفقر، وفي الوقت نفسه إيضاح الجهود المبنية من الحزب والدولة لتضييق فجوة الدخل. ثانيا، التركيز على تصميم العلوي للنظام وابتكار الهيكل وآلية للأعمال الخيرية. إن سن هذا القانون يتطلب بتنفيذ روح ابتكار نظام الأعمال الخيرية في الصين والتي طرحها الأمين عام شي جين بينغ في الاجتماع المركزي لأعمال دعم الفقراء، وتركيز على إنشاء النظام الأساسي في مجال الأعمال الخيرية وإكمال الهيكل والآلية لها وتهيئة مناخ قانوني ملائم لتطويرها. ثالثا، يجب انطلاق من ظروف الصين ووقعيها وتمسك بالمعايرة من خلال التنمية وبالتنمية من خلال المعايرة.
إن سن هذا القانون يتطلب انطلاقا من ظروف الصين الأساسية وواقعها مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية في هذا المجال والمثابرة على تطوير الأعمال الخيرية ذات الخصائص الصينية. ويجب التمسك بالمعايرة من خلال التنمية، وتهدف المعايرة إلى تنقية مناخ الأعمال الخيرية وتطويرها على نحو أفضل. وبموافقة لجنة حزب المركزية قد تم إدراج وضع قانون الأعمال الخيرية ضمن خطة الأعمال التشريعية لكل من اللجنة الدائمة للمجلس الوطني 11 لنواب الشعب واللجنة الدائمة للمجلس الوطني 12 لنواب الشعب على التوالي. كما تم إدراج ذلك ضمن برنامج العمل التشريعي للجنة الدائمة للمجلس بعام 2015. وفي ديسمبر عام 2015 وبعد المراجعة والتعديل من قبل اللجنة القانونية التابعة لمجلس الوطني للنواب الشعب الصيني، قام اجتماع 18 للجنة الدائمة للمجلس الوطني للنواب الشعب الصيني بالنظر في هذا المشروع من جديد. كما قرر إحالة هذا المشروع إلى الدورة الرابعة للمجلس الوطني 12 للنواب الشعب الصيني للنظر فيه. وبموجب قانون الأعمال التشريعية واللوائح معنية أخرى، وزعت ديوان اللجنة الدائمة للمجلس مشروع قانون الأعمال الخيرية المعدل على جموع نواب الشعب بطلب الملاحظات، إضافة إلى طلب الملاحظات من المجتمع بأسره. وكان ذلك في اليوم 11 من يناير عام 2016. وفي غضون هذه الفترة كانت اللجنة القانونية للمجلس الوطني لنواب الشعب ولجنة النظام القانوني التابعة للجنة الدائمة للمجلس قد قامتا بمواصلة التعديل والتكميل لهذا المشروع على أساس ملاحظات وآراء نواب الشعب. كانت لجنة الحزب المركزية تهتم جدا بوضع قانون الأعمال الخيرية. وفي اليوم 18 من فبراير العام الجاري أشرف الأمين عام شي جين بينغ على عقد اجتماع لجنة دائمة للمكتب السياسي للجنة الحزب المركزية لاستماع إلى إطلاعات المجموعة الحزبية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب حول مشروع قانون الأعمال الخيرية، ووافقت على هذا المشروع مبدئيا. وتنفيذا لتوجيهات لجنة حزب المركزية تم إجراء مزيد من إكمال هذا المشروع، مما يشكل مشروع قانون الأعمال الخيرية لجمهورية الصين الشعبية الذي أحيل إلى الدورة الحالية للنظر فيه. ثالثا، المحتويات الرئيسية لمشروع قانون الأعمال الخيرية. يضم المشروع 12 فصلا و112 مادة، وينقسم إلى أحكام عامة والمنظمات الخيرية والتبرعات الخيرية والمنح والعطاءات الخيرية واعتماد الخيري والممتلكات الخيرية والخدمات الخيرية والعلنية المعلوماتية والتدابير التشريعية والرقابة والإدارة والمسؤولية القانونية والملحقة. أولا، حول ما يتضمنه قانون الأعمال الخيرية. النشاطات الخيرية مقصود بها رئيسيا أعمال خيرية تتعلق بمساعدة الفقراء ومساندة المحتاجين وإغاثة منكوب الكوارث، علاوة على نشاطات أخرى تهم مصالح عامة للمجتمع. ونظرا لوضع بلادنا الواقعي، يحدد المشروع نشاطات خيرية هي أن تقدم الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية أو المنظمات الأخرى أموالا وخدمات وغيرها من مساعدة الفقراء والمحتاجين والمسنين والمرضى والمعاقين وإغاثة متضرري الكوارث الطبيعية والطوارئ، أو نشاطات خيرية متطوعة من أجل دفع تطوير مشروعات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والصحة والرياضة وحماية البيئة. ثانيا، حول معايرة المنظمات الخيرية.
طبقا لما جاء في الدورة الكاملة الثالثة للجنة حزب المركزية 18 من توجيهات وتعليمات بعدية، يعطي المشروع تحديدات للمنظمات الخيرية كما يلي: أولا، فرض تعريف واضح على المنظمات الخيرية وإجراءات لازمة لإنشائها. أولاً، تعريف المنظمات الخيرية يحدد منظمات خيرية هي التي تقام طبقاً للقانون وتتوافق مع مشروع القانون هذا وتنشأ بهدف تطوير النشاطات الخيرية وعدم سعي لربح. وعلى تأسيس المنظمات الخيرية باتخاذ أشكال عديدة مثل الصندوق والجماعات الاجتماعية وأشرطة الخدمات الاجتماعية. ثانياً، تحديد الشروط لإنشاء المنظمات الخيرية بما فيها إنشاؤها بهدف تطوير النشاطات الخيرية وعدم السعي وراء الربح ولها الممتلكات الضرورية. ثالثا، على إنشاء المنظمات الخيرية التقدم بالطلب لدوائر الشؤون المدنية للحكومات على مستوى المحافظة أو فوق للحصول على تسجيل. أما الصندوق والجماعات الاجتماعية وأجهزة الخدمات الاجتماعية القائمة حاليا وغيرها من منظمات غير رابحة، فيمكن لها التقدم بالطلب إلى دوائر الشؤون المدنية لتحويلها إلى منظمات خيرية. ثانيا، معايرات تصرفات المنظمات الخيرية وإدارتها الذاتية. أولا، يجب على المنظمات الخيرية إنشاء وإكمال آلية خاصة بإدارتها الذاتية وفقا للقانون واللوائح المعنية وتحديد صلاحيات في صنع القرارات والتنفيذ والرقابة. وعلى هذه المنظمات تنفيذ نظام المحاسبة موحد للدولة وإنشاء وإكمال نظام مراقبة المحاسبة والخضوع لرقابة وإدارة من الدوائر الحكومية المعنية. ثانيا، تحديد مؤسسي المنظمات الخيرية والمانحين الرئيسيين والإداريين وعدم السماح لهم بمس المنظمات الخيرية ومصالح المتبرعين ومصالح المجتمع العام بسوء استغلال صلتهم بالمنظمات. ثالثا، عدم السماح للمنظمات الخيرية بالقيام بتمويل نشاطات تهدد أمن الدولة والمصالح العامة للمجتمع. رابعا، على أي منظمة خيرية تم تصفية ممتلكاتها نقل ممتلكاتها المتبقية إلى منظمات خيرية أخرى تقام بنفس الهدف طبقا للوائح وقواعد المنظمات الخيرية. ثالثا، تعزيز شفافية معلومات المنظمات الخيرية والتزاماتها بهذا الصدد. أولا، على المنظمات الخيرية الإعلان للمجتمع عن لوائحها التنظيمية والمعلومات عن عامليها في صنع القرارات والتنفيذ والرقابة والمعلومات المطلوبة إعلانها من قبل دوائر الشؤون المدنية لمجلس الدولة. وعليها كذلك الإعلان للمجتمع عن تقاريرها السنوية مثل تقرير المحاسبة والتقارير حول التبرع وتلقي المنح وإدارة الممتلكات الخيرية وتقرير حول المشروعات الخيرية وأجور عامليها. مع التأكد من حقيقة المعلومات المعلنة وكمالها وفوريتها. ثانيا، على المنظمات الخيرية الإعلان عن معلومات المتبرعين بمراعاة اختلاف أحوالهم. ثالثا، لا يجوز للمنظمات الخيرية الإعلان عن المعلومات بخصوص أسرار الدولة والأسرار التجارية والخاصيات الشخصية إضافة إلى معلومات لا يوافق المتبرعون والمانحون على إعلانها. ثالثا، حول جمع التبرعات الخيرية والتبرع بالأموال الخيرية. يتطرق جمع التبرعات الخيرية إلى جمع الأموال الخيرية واستخدامها، فيجب معايرته.
وينص مشروع القانون بوضوح على أن جمع التبرعات الخيرية يشمل جمع التبرعات العلانية من الجمهور الاجتماعي وجمع التبرعات الموجهة إلى الأهداف المعنية خصيصا، ومع التركيز على معايرات الجمع العلني. أولا، ينص المشروع على ضرورة توسيع نطاق قيام قوام جمع التبرعات بشكل مناسب على أساس المنصوصات المعنية القائمة، وتوضيح ضرورة حصول المنظمات الخيرية على أهلية الجمع العلني للتبرعات قبل تنظيم هذا الجمع، وتسجيل أو التأكيد وفقا للقانون على أن كل منظمة خيرية عمرها تشغيلي سنتان كاملتان يمكنها التقدم بطلب للحصول على أهلية الجمع العلني. وعلى جهاز الشؤون المدنية أن يمنح شهادة أهلية الجمع لتبرعات علنا إلى أي منظمة خيرية تتسم بكمال هيكل الحوكمة الداخلية والأداء المعياري. ثانيا، ينص على أسلوب ومطالب الجمع العلني للتبرعات. وبالنسبة إلى تلك المنظمات الخيرية التي تقوم بجمع تبرعات علنا بأسلوب وضع صناديق تبرع في أماكن عامة أو إقامة عروض فنية ومباريات خيرية وسهرات خيرية، يجب أن تجري النشاطات المذكورة في المناطق الخاضعة لإدارة جهاز الشؤون المدنية الذي سجلت فيه تلك المنظمات الخيرية، بعيد أن تصرفات التبرع لدى المتبرع لن تخضع للقيود الإقليمية. وعلى المنظمات الخيرية التي تقوم بجمع تبرعات علنا عبر شبكة الإنترنت أن تصدر معلومات لجمع تبرعاتها على منصات المعلومات الخيرية الموحدة. ثالثا، ينص على ضرورة أن يجري جمع التبرعات الموجهة في إطار الأهداف المعنية، خصيصا مثل الدعاة أو أعضاء المجلس وأعضاء الجمعيات الخيرية، ولا يسمح باتخاذ أسلوب الجمع العلني أو أسلوبه المقنع. وينص المشروع أيضا على وجوب أن يؤدي المتبرع واجباته التبرعية حسب اتفاقية التبرع، وذلك وارد في المادة 41 في مشروع القانون. ينص مشروع القانون على ما يلي: أولا، توضيح نظام التسجيل الخاص بالاعتماد الخيري. ويجب تبني الشكل الخطي فيما يتعلق بإقامة الاعتماد الخيري وتحديد المتوكل والمراقب. وعلى المتوكل أن يقدم الوثائق المعنية خلال 7 أيام من تاريخ توقيع وثيقة اعتماد الخيري إلى جهاز الشؤون المدنية للحكومة الشعبية على مستوى المحافظة وما فوق لإطلاع وتسجيل. ثانيا، تحديد نطاق المتوكلين. بالنسبة لمنصب متوكل اعتماد الخيري، يمكن أن يتولاه ما حدده الموكل من منظمة خيرية أو مؤسسة اعتماد موثوق بها، ويمكن للموكل تغيير المتوكل إذا خالف الأخير واجباته الاعتماد أو عجز عن أداء واجباته. ثالثا، توضيح واجبات المتوكل والمراقب. على متوكل اعتماد الخيري أن يكون مخلص في عمله وينفذ واجبات الإدارة الصادقة والحذرة في أثناء معالجة الأموال الاعتمادية، ويسمح لموكل اعتماد الخيري بتحديد المراقب الاعتمادي حسب الحاجة، وعلى هذا المراقب مراقبة تصرفات المتوكل وصيانة حقوق ومصالح الموكل والمستفيد وفقا للقانون. خامسا، حول الأموال الخيرية. ينص مشروع القانون على ما يلي:
أولا يلزم أن تستخدم كافة أموال المنظمات الخيرية في الأغراض الخيرية بناء على نصوص النظام واتفاقيات التبرع، مع عدم السماح بتوزيعها وسط دعاة أو المتبرعين أو أعضاء المنظمة الخيرية، ولا يسمح لأي منظمة أو فرد بتوزيع الأموال الخيرية سريا أو اختلاسها أو استيلاء عليها. ثانيا، بالنسبة إلى المنظمات الخيرية التي تقوم باستثمار من أجل ضمان وزيادة قيمة أموالها، يجب عليها الالتزام بالمبادئ الشرعية والآمنة والفعالة واستخدام جميع عوائد الاستثمار في الأغراض الخيرية، ويحذر أن يشغل كل مسؤول أو عامل في أي منظمة خيرية منصبا آخر أو يتقاضى الأجر في أي مؤسسة تستثمر فيها تلك المنظمة. ثالثا، يجب على المنظمات الخيرية أن تقوم بأعمال خيرية نشطة وتستخدم أموالها الخيرية بصورة مستفيضة وفعالة مع تقليل النفقات غير اللازمة، ولا يسمح للمدفوع السنوي للصناديق التي تتمتع بحق جمع التبرع العلني أن تكون أقل من 70% من معدل السنوي في 3 سنوات السابقة، ولا يسمح لتكلفة الإدارية لها أن تكون أكثر من 15% من إجمالي مدفوعات السنوية في تلك السنة، وذلك وارد في المادة 60 في مشروع القرار. سادسا، حول الخدمات الخيرية، ينص مشروع القانون على ما يلي: أولاً، يجب على المنظمة الخيرية أثناء تجنيد المتطوعين أن تعلن جميع المعلومات المتعلقة بالخدمات الخيرية وتطلع على ما قد يحدث في عملية الخدمات من مخاطر. ثانيا، على منظمة خيرية أن تسجل كل متطوع باسمه الحقيقي وتدون ما يهم المتطوع من معلومات حول مدة الخدمة ومضمونها وتقييمها، وعليها أن تقدم شهادة الخدمة التطوعية بدقة وبلا مقابل حسب مطلب المتطوع. ثالثا، على المنظمة الخيرية أن تشارك المتطوع في خدمات الخيرية تناسب عمره ومستواه الثقافي ومهاراته وصحته، وعليها أن توفر الشروط اللازمة لمشاركة المتطوع في الخدمات الخيرية وتضمن حقوقه ومصالحه المشروع. وقبل تنظيم المتطوعين للمشاركة في خدمات خيرية الخاضعة لمخاطر محتملة، يجب على منظمات الخيرية شراء التأمينات المعنية للمتطوعين. سابعا، حول الإجراءات المشجعة على تطوير الأعمال الخيرية، ينص المشروع القانون على الإجراءات المشجعة على تطوير الأعمال الخيرية، وخاصة على ما هي التفضيلية الضريبية التي تتبطع بها الأعمال الخيرية كما يلي: أولا، توضيح تمتع المنظمات الخيرية والمتبرعين والمستفيدين من التبرعات بتفضيلية الضريبية طبقا للقانون. ثانيا، ينص المشروع على ضرورة أن تطبق الدولة سياسات تفضيلية خاصة على الأعمال الخيرية المقامة لأجل مساعدة الفقراء تنفيذا لروح اجتماع العمل المركزي حول مساعدة الفقراء عبر التنمية. ثالثا، بالنسبة إلى معدل خصم التبرعات بالمبالغ الضخمة قبل الضريبة، ينص المشروع على أن جزءا من مصروفات المؤسسة في صورة تبرعات يزيد عن حجم الخصم عند حساب مبالغ الدخول الخاضعة للضريبة في عامها، يسمح بخصمه عند حساب مبالغ الدخول الخاضعة للضريبة بعد 3 سنوات من ترحيل الحسابات.
وعلاوة على ذلك يتضمن المشروع أيضا مواد مناسبة حول الإشراف على الأعمال الخيرية وإدارتها وتوجيه خدماتها وكذلك المسؤولية القانونية على المخالفات في مجال الأعمال الخيرية. ونقدم مشروع قانون الأعمال الخيرية لجمهورية الصين الشعبية وإيضاحها المذكور إلى الدورة للنظر فيهما.